مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة في قناتكم قناة أوتو ماروك. مرحبا بالجميع في قناتكم. اليوم سيارة جديدة أو لا قديمة، ولكن يعني تطورت بزاف هذه السيارة هذه من الجينيراسيون لجينيراسيون. الجينيراسيون اللي غنتكلموا عليها هي الكيا بيكانتو. الكيا هذه السيارة اللي حققت واحد النجاح كبير يعني في العالم العربي ولا في أوروبا وحتى إفريقيا. يبقوا معنا باش نشوفوا المزايا ديال هذه السيارة اللي معنا اليوم. مجددا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة هذه اللي غادي نشوفوا الكيا بيكانتو، السيارة اللي تفوقت على المثيلات ديالها خاصة في المغرب، يعني بنظرا للجمالية ديالها والأداء ديالها والاقتصاد ديالها كذلك. هذه السيارة تفوقت على كاع السيارات اللي في الفئة ديالها، فئة الميني سيتادين، امثال يعني الهيونداي ايديس، امثال الفيات باندا، وكذلك تويوتا أيغو. يعني هذه السيارة دي حققت واحد النجاح كبير كبير كبير، غادي نستفيد فيها أكثر ونعرفوا يعني سر النجاح ديالها. بداية السيارة جات بجوج ديال الموتوريزاسيون، ولكن الموتوريزاسيون المنتشرة بزاف هي الموتوريزاسيون الليتر الستة الخيل اللي كتديفلوبي حوالي 67 خيل. أما الموتوريزاسيون الثانية فهي موتور 1.2 اللي كتديفلوبي 84 الخيل، وهي متوفره يعني في لا فيرسيون العامره كاع جي تي لاين. اذا بما ذكر لي فيرسيون فهي متوفره في مجموعه ديال لي فيرسيون، فيرسيون الاولى اللي هي المونسيون والمونسيون بلس، كذلك المونسيون مونسيون بلس والاكتيف البواط اوتوماتيك، وكذلك جي تي لاين وهي كما نقولوا الاعلى او الاغلى، الفئه الاغلى او العامره كاع بالنسبة للفئة الأولى فئة المونسيون، كتجي ابتداء من 12,750,000، في حين أن المونسيون بلاس كدير 12,990,000. طبعا فرق يعني فرق ديال مجموعة ديال لي زوبسيون اللي زايدين في كل فيرسيون على حدة، وبالتالي كان نمشيو للفيرسيون الاخرين اللي فيهم البواط اوتوماتيك. وهذه من بين يعني المزايا ديال هذه السياره هي انها متوفره في البواط اوتوماتيك، عكس مثلا تويوتا ايغو او الفيات باندا اللي ما فيهمش لا فيرسيون بواط اوتوماتيك. السياره كما كتشوفوا لا من الداخل ولا من الخارج جميله بزاف، توفر على مجموعه ديال يعني لي زوبسيون او لا المميزات داخل السياره وخارجها، كما كتشوفوا الخط الاحمر اللي في الجانب او الخطوط في الفيرسيون العامرة كاع جايه دوبل ايشابمون في فيرسيون جي تي لاين، يعني واحد المزايا كثيره كثيره اللي متوفره غير في السيارات الغاليين. الاضاءه لاد والفو دو جور، يعني الاضاءه الخلفيه كذلك ممتازه وافيك لاد اوسي، الكرومي الامامي الكروماج كذلك متوفرة في الجانطات، جانطات 14 البوس، وبالنسبة للجي تي لاين جاية بال 15 البوس. سيارة جميلة جميلة بزاف، كما قلت لكم متوفرة في عدة ألوان وألوان زاهية ديال العصر ديال جاية فاتحة للشباب والشابات، وكذلك لما لا عائلات صغيرة اللي هي متوفرة في حتى الخمسة المقاعد إن كانوا يعني في واحد يعني ما كانوش لارج يعني ميديوم، ناس هكا الحجم ديالهم ميديوم، اما الا كانوا لارج فطبيعة الحال هاد السيارة ما تقدهمش بخمسة، خصهم سيارة اخرى. اذا مشاهدينا الكرام مجددا مع الكيا بيكانتو، كما كتشوفوا ستايل جديد فريد من نوعه، حقق مجموعه ديال يعني السكسي النجاحات يعني في المبيعات ديالها على الصعيد العالمي. الكيا بيكانتو يعني السياره اللي جايه في الطول ديالها ب 3 متر و60 تقريبا في الطول ديالها، جايبه مجموعه ديال الالوان الزاهيه منها البيضاء البيج سيلفر او الجري درهم او الجري فونسي كذلك، وجايبه كذلك السوداء والازرق لورانج والاحمر البرتقالي كذلك في اللون الاحمر
كذلك كما كتشوفوا السيارة ممتازة جدا، تصمت على واحد القاعدة مرونفورسيا مزيان، فيها البواط مانيوال 5 رابور وكذلك البواط اوتوماتيك. كذلك مشاهدينا الكرام، هذه السيارة هذه فيها غارونتي ديال 5 سنوات او 100,000 كيلومتر، 5 سنوات او 100,000 كيلومتر. إذن السيارة كما قلت لكم في السابق كتبدي ب 12,750,000 في لا فيرسيون مونسيون، هي يعني الأرخص، وكذلك من موراها كاين الفيرسيون مونسيون بلاس أو لا مونسيون بلوس اللي الثمن ديالها 12,990,000 درهم، وبالتالي الفيرسيون اللي من موراها 13,900,000 هي الفيرسيون مونسيون في البواط اوتوماتيك، والبواط اوتوماتيك مونسيون بلاس دايره 14,990,000، وكاين كذلك لا فيرسيون اكتيف، الاكتيف دايره 14,950,000 اون بواط اوتوماتيك. اما جي تي لاين فالثمن ديالها يوصل ل 16,950,000، جي تي لاين اللي جايبه جميع لي زوبسيون بيان سور، لي كرون تاكتيل، ريغولاتور ليميتور دو فيتاس، لا بواط اوتوماتيك اوسي، جايبه لي جونت اون الومنيوم 15 بوص، لي كرون تاكتيل ديالها ممتاز جدا كما كتشوفوا على الشاشه، وكما كنشوفوا البيدال ديالها العمره تيجي يعني حتى هو مغلف بالالومنيوم لي بيدال، فيها شارجو بار اندكسيون و ديماراج سون كلي بيان سور. بالنسبه للعمره هذه للجي تي لاين، الجي تي لاين الكوير اوسي مع لي موتيف اون روج كما كتشوفوا على الشاشه. الكفر ديالها يسع 255 متر، وهذا يعني من بين العيوب ديال هذه السياره ان الكفر شويه صغير، ولكن السياره اون جينيرال هي ميني سيتادين، ما تستناش منها يكون فيها يعني واحد الكفر كبير، وبالتالي يعني الكفر ديالها مقارنه بالحجم فهو يعني مزيان الى حد ما. في النهاية مشاهدينا الكرام، ما تنساوش إلى عجبتكم هذه الحلقة هذه الاشتراك بالقناة. طبعا اخواني ما تنساوش يعني كما قلنا الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. كذلك اخواني الى عندكم اي اقتراح او بغيتوا اي سياره نجيبوها لكم ونتكلموا عليها بالتفصيل الممل، ما عليكم الا تخليوا لنا في التعليقات ديالكم، سواء باليوتيوب او لا بالبلوجر اوتوماروك بلوجر، او لا على الانستغرام او لا على التيك توك، يعني القناه ديالنا كاينه في جميع المنصات. ما تنساوش كذلك يعني تصيفطوا الرابط وتشاركوه مع الاصدقاء والاحباب ديالكم اللي مهتمين بعالم السيارات. كانت اليوم الكيا بيكانتوم، ما تنساوش هناك المزيد، ما عليكم الا تابعوا قناتنا، ونشكركم انكم بقيتوا معنا حتى الاخر. شكرا جزيلا، كان معكم خالد ابو ملك في قناه اوتوماروك، الى اللقاء واطيب المنى.